من جديد مرحبا بكم في حال البلد وفي صالون سودانية 24، ومرحبا بعوض شكسبير. وفي ناس كتار يقول لك ده اول شيء خليه يورينا شكسبير دي شنو، يعني جاء بيتين هو دخل في الحكاية دي، يعني اسم ده دخل معه بيتين، فافتكر لو حرر من اسمه الحكاية من الاسم او اللغب بعدين نجد الباقي. عوض مرحبا بك. مرحبا بك استاذ طاهر، ومرحبا بمشاهدي سودانية 24 و وبين مشاهدي الصالون. يعني أنا اسمي عوض حسن محمد الإمام، أنا من أبناء أم درمان يعني، وجذوري لا ورا من شندي من المتمة. تربيت وعشت في أم درمان في الصورة في الحارة السابعة تحديدا، وقريت في أم درمان ذاتها. أنا قرست في قصر الشباب والأطفال، درست دراما، وكان بيدرسني استاذ رشيد احمد عيسى، واستاذ قرني، واستاذ حمد جمعه، واستاذ عبد الجبار عبد الله. فبيطالبونا بانه نهايه السنه مشروع التخرج تجيب مسرحيه تتخرج بها، يعني تخرجها. فانا جبت مسرحيه لاستاذ رشيد احمد عيسى، شرطا المسرحيه لازم تكون عالميه او لكاتب عالمي. فقال لي انت مسرحيتك شنو يا عوض؟ قلت له المسرحيه الفلانيه. قال لي كاتبه منه؟ قلت له كاتبه انا ذاتي. قال لي يا اخي انت شكسبير تكتب انت براك؟ امشي جيب لنا مسرحيه عالميه كده. فبيجوا بعد ذاك يعني يتريقوا فيني كده صحباني دعات يا شكسبير يا شكسبير كده. الحكايه مشت معك، الحكايه تكتب يعني تمثل وتؤلف وتخرج كمان. ثلاثه بقيت شايلين يعني. انا ثلاثة اي في حاجات ثانية عندي مواهب ثانية أخرى غير ده؟ القصة القصيرة والشعر وباحث وناشط. ده كله أنت؟ كلهم بشتغل فيهم. لا شكسبير والله. لا طيب. بعدين ده كله بقيت علينا. يعني ما خايف تتبدد بين كل هذه المواهب في النهاية ما نلقى لك حاجة؟ أنا ممثل أصلاً، أنا مكتوب في جواز سفري المهنة ممثل. أنا شغلتي تمثيل، أنا محترف تمثيل بمثل. لكن عندي محاولات في الكتابه. يعني التخصص الافضل، التخصص الافضل تمثيل حتكون انت. ايوه خاصه شايف الناس انتقدوك كثير في قصه التعليب دي، يعني انتقدوا مهارتك فيها. قبلانين هنا ما قبلانين هنا، زي ما قال لي الدريح منه قال انه السودانيين بيدوك حاجه واحده بس. فانت ده تمشي بممثل. ممثل انا. طيب على ذكر ممثل، يعني خلينا اقرا لك واحد كتب لك كلام. قال لك بدايه عوض، أنا أشفق عليك من أن تتحول إلى جالب ضحك في كل الأوقات. هذا عبء قاسي وهذا مستحيل. صناعة الضحك هي صناعة ضخمة، صناعة تتطلب ذكاء وثقافة وتثقيف مستمر، بالإضافة إلى فريق مساعد يعرف كيفية صناعة الأفه الضاحك ومتى يقال وكيف يقال. الكوميديا الآن أصبحت عمل جماعي يحتاج لتخطيط وورق مكتوب ومراجعة وإضافة. لن ينطلق الممثل هكذا أباطو النجم وحده يفعل ما يشاء. وراء كل الكوميديانات العظام هناك أقلام عظيمة ومخرجين عظام تتلاقى موهبته مع موهبة الكوميديان الفطرية، فتخلق لنا حالة صافية من الضحك الرايق. أدينا مرافعة في مثل هذا الكلام. والله ده زول ممتاز جدا، أنا بشكره. ده من ده بوريك لك كويس. أنا بشكره شديد فعلا. الكوميديا واحدة من البحور بتاعت الفنون الصعبة جدا. والإضحاك ذاته فعل صعب وبيحتاج فعلا لتيم ولناس تكتب معاك ولناس تشتغل وراك وكده. أنا ما ناكر ده تمام جدا، وأنا معاي ناس بيكتبوا معاي وبيألفوا لي وبدون ملاحظات وكده، بس قد يكون ما بشكل محترف وما بكده، لكن أنا لسه طالب يعني. مثلا قلت انا يعني بكتب براي وانا بكتب براي، وعنده مشهورات ناس بيشاورهم، ناس بيقولوا رايهم، بقول له والله لو عملتها كده كان بيكون افضل لو كتبتها كده. بتكلم عن عمل مؤسسي باعتبار ان انتم شغالين شغل خايفين يقولوا عليكم سليق بيض، يعني شغالين حاجه ما محترفه يعني. السوق معاييره كده ولا انتم دارين كده؟ والله نحن بنفتكر انه مش ما محترفه الحاجه شغالينها، الحاجه شغالينها باحتراف. باحتراف يعني انا بفتكر انه الحاجه اللي انا شخصيا او شكسبير بعمل فيها دي حاجه محترفه في زمن صعب، في وقت قاسي، في امكانيات ضعيفه، في كده مجابده يعني، عرفتها كده. احكي لنا انواع المجابده دي، يعني خلينا نعيش معاك المعاناه. بواجهها الان
وانت انت مؤلف، انت بتنتج، بتاخذ جزء في التمثيل كممثل، ولا انت عندك مسلسل؟ والله يا استاذ الطاهر احنا معاناتنا دي اي ممثل او مخرج او كاتب يستضيفه قاعد يقولوها يعني. وحتى الجمهور ذاته بيجي يميل لها، هيقول لك هسه، هيقول لك ما عندنا امكانيات يعني. انا داري اجيها يعني. هو الناس ما انا منتظر ده، انا اقول لك الاجابه اللي بعدها. اذا هي قصتي بس امكانيات بس يعني، هذا الاشكال، هل ولا والاحتراف من الهروب؟ لا، الاحتراف من الدوله ذاته بالفن ده، احترفوا به، خصصوا لهم ميزانيات كده. هذا في الدنيا كلها كده؟ لا لا، منتظر الدوله ابدا في الدنيا، لا، في العالم برا الدراما والفنون والمسرح دي واحده من اساسيات الحياه يعني. فيها اهتمام رسمي كبير شديد، تخصص لها الميزانيات الضخمه، كل السبل تتوفر لها، المعينات كده يعني. انا بفتكر انه ده نشاط مجتمعي يعني، ما بتاع حكومه يعني. لا 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 ابدا، اول ما يمشي على الحكومه يقول لك خلاص يوظفوهم ويدخلوهم في الحاجه ويشغلوهم. هل تعلم انه ميزانيه الدراما مثلا في التلفزيون القومي صفر؟ ما في، ما عندنا يعني. ممكن تبقى ميزانيه لبرامج، لشنو المجله، الشنو كده، لكن ما في ميزانيه لانتاج دراما ده في التلفزيون الرسمي بتاع الحكومه. وكذب بكده باقي كل القنوات ما عندهم ميزانيه او ولا عندهم خطط لانتاج دراما يعني. بدأت الفترة الأخيرة تشتغل عبر السوشيال ميديا، ده التحايل على موضوع الإمكانيات؟ نعم نعم. كيف قاعد تقرأ؟ لا، شايفك بعد يومين كده بقيت تجيب برعاية كده، حتى ذاته شايفك بقيت ماشي على السوق فيه يعني. أي صح، لأنه أنا بديت أشتغل على السوشيال ميديا، أشتغل على الفيسبوك تحديدا. أنا عملت صفحة في الفيسبوك سيما شكسبير، بشتغل عليها كل خميس بنزل فيديو. حسيت أول حال مشاهد السودان بيقول ما بيقعدوا في التلفزيون. ليه مشاغلهم؟ ليه كده؟ قد يكون التلفزيونات ما جاذبه اصلا. لكن اي مواطن سوداني عنده موبايل ماسك اليوم كله وبنشط بينيه بتفرج يشوف كده. فقلت انا اجيه هنا مشاهد الطفش ده نجيه في يده يعني. صح، مفتح. فبدأت اعمل فيديوهاتي دي بطريقه بسيطه بموبايلي ذاته، اتصور كده انزلها. الموضوع ده عجب الناس، بيقول شوفوا بقى في مسؤوليه عندي، مسؤوليه تجاه جمهور، مسؤوليه تجاه ناس بينتظروني يوم الخميس، ناس بينتقدوني، ناس بيشكروني، بيعملوا لي لايك، ناس بيعملوا لي لايك. بقيت شغال عليه، هو بقيت شغال على الصفحه دي، على الفيديو يتظبط كده. الناس بيقولوا يشوفوا كثير، في اصحاب مصانع، اصحاب حاجات، قال لي يا اخي ما تعلن لنا عندك. طيب ماله؟ جدا بعلن لكم، نجيب مصنع شنو كده، نحط له اللوجو بتاعه، نعمل له اعلان، يدفع لنا قروش، لان احنا برضه بناكل ونشرب. وزي ما قلت لك انا في بدايه اللغه انه انا محترف يعني، انه انا ما عندي شغل غير ده. طيب نشوف نماذج منه، خاصه انك انت يعني بديت تقلد بعض الناس، بعد شويه قاموا عليك بعض الناس، وقفت كده واعتذرت، وحقه نبدا بالاعتذار لانه الاعتذار ده مدخل مهم. اعتذرت لواحد من الناس اللي قلدتهم، شيخ اللمين. والله انا يعني ما عرفت، قالوا قفلت الصفحه، ناس قالوا قفلت صفحتك، ناس قالوا من كنت تقدر تخلي القصه دي كلها الا مسكوك. الخلفيات دي كلها انا عارفها منك، لكن كده خلينا نبدا بالاعتذار لانه برضه في شكل بتاع دراما كويس. اوكي، نشاهد الاعتذار لو انتم جاهزين. اعتذار كبير جدا لسيدي وحبيبي وشيخي شيخ ابوي الشيخ شيخ اللمين. حقيقة سي الشيخ، أنا الفيديوهات اللي كنت بعملها في صفحتي دي إنما هي كلها توثيق ولشخصيات سودانية معروفة، لكن توثيق بشكل كاركتيري جدا، وما قاعد يكون فيها القصد ولا قاعد يكون فيها أي رأي مخالف يعني. وأنا قلتها في الصفحة دي أكثر من 6-7 شخصيات، كلهم ما اعتذرت لهم، انما انا بعتذر لك انت اعتذار شخصي جدا، ولانه انا احبك لله في الله، وانت تعلم المحبه اللي عندي لك يعني. وانا اعتذر في الفيديو وحلت لعنتك على الصفحه كلها يعني بسببك. صفحتنا ذاته قفلناها، وده اعتذار شخصي جدا للمحبه
أن أنت تعلمه، وليس خوفا وليس لما يقولوا سيرتلي، ليس أي شيء إلا للمحبة التي في قلبي إليك. شكرا جزيلا سيد الشيخ، شكرا جزيلا. حالتك صعبة يا أخي. كيف؟ والله حالتك صعبة. ليه؟ سيرتلي جدا أنا. والله؟ ليه؟ أنت ما قاعد تعتذر؟ لا لا بعتذر، أنت تعتذر لدول واحد لنا، تعتذر لنا كلنا، الناس كلهم اللي قلته. أنت زعلت؟ لا لا. ما زعلت صح؟ أي طيب زعلوا ليه؟ في ناس بيزعلوا، في ناس زعلوا. طيب خلينا ناخذ الكيس. أي زول يزعل من الفيديوهات وكده أنا بعتذر له، لأنه دي أول حاجة عادة سودانية، عادة الاعتذار والتأسف ده. شيخ اللمين ده أنا قلت لك أنا من مدرمان. وشيخ اللمين من مدرمان، وأنا تجمعني به علاقة شخصية جميلة جدا أنا أعتذر بها يعني. فلما علمت إنه زعل اعتذرت له يعني. حصل نقد شديد ليك يعني، جاك هجوم شديد والصفحة ذاتها تقفلت يعني، يعني شاعر بقى اللي تقفل في الصفحة، الصفحة حصل لها محاولة بتاع التهكير، خش لنا هاكرينج في الصفحة. عرفت كيف؟ فهذا ده فيما يخص الصفحة وكده. لكن نرجع للاعتذار تاني. الاعتذار زي ما قلت لك عادة سودانية ظريفة، وأنا زول عزير بالمناسبة، بعتذر. أسيت الفيديو اللي أنا عملته فيه الطاهر حسن التوم، لو كان الطاهر ده عرفت إنه زعل كنت ساعته بيجي أعمل لك فيديو كده، أقول لك يا الطاهر يا أخي أنا آسف جدا يا أخي، وأنا بعمل فيه كده، أنا بعمل فيه أشغل بعد شوي وأزعل وأنت طوالي بعتذر لك. لا بجد يعني الناس بتفتكروا إنه كده شاعر بأنه نحن حساسين تجاه من النقد يعني. خلينا كلنا نطلع من ال من ال من القضية للنظرة، هل نحن حساسين من النقد للدرجة دي يعني؟ والله النقد ده أنواع، والنقد بحور. النقد ده في نقد بناء، في نقد هدام، في نقد للنقد، في النقد الساكت، في النقد الحاسم. نقدك انت في الفيديو اللي انت قدمته، هل شعرت بانه فيه تجاوز؟ خليك ما انه زعل يعني، انت شاعر بانه فيه شيء يستحق انك تعتذر منه ولا لا؟ غير الزعل يعني. لا ما فيه، انا حاسس انه ما فيه، لكن ما خلاص الطاهر ده انا قلته زعل بس، وانا اعتذرت لي ناس قبل كده. في شخصيات اولاده مثلا قالوا يا اخي انت مثلا قلت لنا ابوي شنو كده، الناس في الجامعه بيشغلوا لي الفيديو، حسيت انه الولد ده انا سببت له ضرر يعني، فاعتذرت له شديد جدا، قلت يا اخي انا اسف والله انا الفيديو ما قصدي منه اي شيء كده يعني، وما عندي مع ابوك مثلا مشكله شخصيه ولا كده، لكن ده شغلي يعني انا بعمل كده وانا اسف. طيب خلينا نشاهد بعض الفيديوهات اللي انتجها برضه في التقليد يعني، ونشوف نشوف نماذج منها ونسمع تعليقك على. نبدأ بحال البلد. نعم نبدأ بحال البلد. مراجعات ومغاربات حول الوطن وحول السياسة وما يدور في البلد، هي مراجعات نحسب أن كل من نستضيفه يتحدث عن الإعلام وأن للإعلام مشاكله الخاصة، كما أن هناك كثير من الحوارات التي يجب أن نتحدث عنها. إن الجميع يعلم أن للإعلام كثير جدا من المفاخخ والمحاسس التي يتحدث عنها الإنسان. نحن في الشاشة نتحدث عن كثير جدا من المراجعات في حال بلادنا التي تمر الآن بظروف بالعة تعقيد. إذن كيف نراجع كل ذلك؟ يحدثوننا ونحسب أنهم لا يحدثوننا، هما شعراء بلادي، هما سياسي بلادي في مناظرات ومكافحات ومطاحنات جم. إذن كده يكلمونا عن إحساسكم وإنت في عام 1973 وأنت تتحدث، قلت في واحدة من الصحف أنك لم تكن يوما متناطحا ومتناحرا في حال بلادنا. كلمنا بالله عن الحكاية. نعم. لا لكن يا شيخ أتحسب أن لم يكن ذلك مردودا عليكم ولا مردود؟ ألم يكن مردودا عليكم؟
لا 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 اخي الكريم اخي الكريم اخي الكريم، دي زي ما قلنا مساحنات ومطاحنات ومفخخات. نعم نعم طيب، في عام 1942 كان الانقلاب داويا. اذا سنعود الى فاصل وترغبون قريبا. في حال البلاء ما ضبطت تمام. ها؟ ما ضبطت الحكايه دي تمام. بالله غريبه عجبت الناس. الفيديو تحديدا يعني واحد من الفيديوهات المشاهده عندنا كثير جدا. بالله الصفحه. مثلا لانه اكون عملت له شير وكذا. ساعات ساهمت في ترويجه يعني. لا العمل منه انت؟ ايوه. انت شيرته ذاته؟ ايوه. بالله. ايوه طبعا. ايوه. استعرضته كمان. ايوه. افتكر ده جزء عشان اقول لك انه يعني ما كل الناس حساسين صحيح. من النقد يعني. صحيح وحتى علقت لي انا تعليق لطيف. قلت لك شنو؟ قلت لي انا عشان ما عندي شنو كده حيران وشنو كده لكن بلبت لك في الشاشات تضحك. طيب الكاردينال احنا حاجات ناخذ برضه الكاردينال لانه نشوف نشر الرياضه ده عامله كيف. انا داير اخذ ردود الافعال على الكاردينال نشوف برضه شاهد. الحمد لله رب العالمين. يعني ما في شنو يعني ما في شنو ها يعني احنا جينا هنا البرازيل يعني عشان نريح اللعيبه بتاعتنا نريح التيم. حنشيل من البرازيل هنا 12 لاعب 12 لاعب محترف التيم كله يكون كله محترفين واللعيبه بتاعتنا يقعدوا في الكرف يقعدوا في الكنب عادي يعني مرتاحين لانه ما في شنو يعني ما في شنو هنا احنا بنعمل اليوم نريحهم يعني حتى المشجعين ذاته حنريحهم. المشجعين ممكن ما يجوا من البيت ها لانه حنجيب معانا مشجعين ومشجعات ها ما في شنو اي عيب حتى في الاستاد ذاته يعني حنعمل شجر برازيليا يعني ذاته عشان شنو يعني الفريق ذاته التيم ذاته نحن حنسميه هرازيل الهرازيل يعني ما في شنو نحن سنة 98 كنت من يعني كنا من احسن خمسة اغنياء في العالم الافريقي ما في شنو وهسه نحن بنتفاوض مع اللاعب السيسي منو السايبي بس والغريبة برضو كمان لقينا عنده لاعب هنا من الطرف لقينا عنده لاعب يعني اسمه رونو المدينة أبينا نسجله عشان ما نخش في أي خلاف وأي مهاترات والفور ألف ما في شنو اللعيبة كلهم مرتاحين ما في شنو عند البرازيل عشان الناس تصدق تعليقك خاصة أنه لازم تكون في لازمة كده في التقليد يعني عشان أيوة. الشخصية تنجح أيوة. التقليد لازم تكون عندها حاجة أساسية تقدر من خلالها تضبط موضوع التقليد كده دينا عنا خلفية والله أنا بذاكر شوية شخصية يعني زي كلام الزول الجبال قال لك يعني إحنا ما القصة ما يعني ضرب ولزق ولا كده هو أصلا كان بيعلق على الفيديو هذه افتكر يعني آه هذا كده تعبانة آه هو افتكر الفيديو أنا بذاكر الشخصية يعني الشخصية مثلا تلقى في شخصية مشهورة بأنها بتعمل كده مثلا فأنت بتلقط الحاجة اللي ممكن تجرب طريقة التشخيص وطريقة كده برضه انا قاعد اقول للناس هو ما تقليد انا ما قاعد اقلد انا قاعد اشخص بمعنى اي بمعنى التقليد ده حاجه ثانيه تقلد صوت زول تقلد لكن انت تشخص الشخصيه ذاتها يعني في علم المسرح وعلم التمثيل في التشخيص اللي هو تغوص في الشخصيه ذاته يعني مش شكلها الخارجي بس بل طريقتها حركه يعني نفسها روحها عرفتني طيب حسين خوجلي نشاهد كذلك طبعا انت بتسميهم انت لا سامي انا ما قاعد اسميهم انا ما بسميهم بالله هاي ما في فيديو اسم زول ما قلت اسم زول اصلا شغال لمين اعتذرت في مواضيع كثيره يعني دي شنو بيحصل بس ده شنو بيحصل نشوف الجرائد تحت اليوم الليل الانتباه يعني بصراحة يا إخوان الجرائد ذاتها يعني ممكن تكتب في كلام غريب أنا والله العظيم يعني هاي الغنى حقتي ولا اللنا حقي لكن حاجة غريبة مبارح مثلا مشين عقد لوحدنا أولاد الدرمان الأصيلين أولاد البلدي فلقاني واحد يعني بيتكلم عن
انه قال لي يا استاذ يعني برنامجك نحن بنشوفه كده حاجه غريبه جدا. هدايا للناس يعني مثلا صلاح احمد ابراهيم وكان صاحبنا يعني والله ده كلام غريب جدا. يعني يقول لك انت عندك الغناء حقتك ومرتاح ومرطب. انا والله ما مرطب في شو يا دوبك البيت ده ولا عربيه ما حقتي حاجه غريبه جدا. يقول لك احنا مرتاحين ومرطبين يا اخي مرطب مع بقروشي. وبعدين ود البلد من اولاد قرمان الاصليين ما بحقه صلاح احمد ابراهيم ولو كده كان احنا صحفيين صغار يعني يا دوبك فنيه وحقنا. يقول لك انا مع الحكومه انا مع الحكومه حاجه غريبه جدا. يعني عشان عندي غنانه مع الحكومه انا مع الحكومه ولا شيء. ومبارك واحد من ناس لناس مدرمان ليل يعني بيحكي ايام علي المك ونحن بنقعد المك ذاك فنديه صغار وصحفيين صغار. يا اخوان السودان فيه حياه غريبه جدا. حنرجع للجراهيم مثلا الوان احنا بقول لك الجريده حقتك طيب ما جريدتي؟ مو مع الحكومه يعني عندي جريده بلاش ما قروشي. جريده الصحافه الزميل الصحافة حقائب مجانية مليئة بالهواء بالصين بسبب التلوث. الرئيس الراحل نميري يحيي الدحيش وعلي قاقد. يعني أنا لو جريدتي أعطي فاتان يا أخوان أنا ما الحكومة الحكومة كيف؟ حاجة غريبة. يعني قلت يعني أنت الوالي صاحبك أنا وجود صاحبي ما اشتغلنا زمان سوا في النادي ومن اولاد الدرمان الاصليين كيف نحن مع الحكومه؟ الو يا سعادتك اتفضل لا تفضل تطير اجيك انا في الغصر في الغصر الجمهوري اسي اجيك الغي البرنامج ده. ده اول فيديو يا شكسبير ده دخلك بقى الى عالم الى عالم هذه التشخيص قلت لي تشخيص الى عالم التشخيص. يعني قالوا هو اصلا كان سبب زعل بينك وبين الاستاذ حسين يعني بينك وبين ام درمان. والله يا استاذ طاهر الفيديوهات دي ما عندها اي علاقات شخصيه يعني يعني ما بكون عندك مع اي زول خلاف ولا بكون عندك معه حاجه شخصيه يعني فيديوهات دي اتعملت باعتبار انه انا بقلد كده وبشغل وبمثل وكده. لا 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 في دافع يعني ما قاعد يكون في حاجه يعني انت ده بالذات ده يعني انا زعلان من الطاير ده امشي اعمل له فيديو. لا 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 الطاير انا الفيديوهات دي احب اقول للناس الفيديوهات دي ارشفه لشخصيات معروفه لكن بشكل كاركتيري بس يعني. طيب منو الان قاعد تركز عليه والسلام لك؟ يعني نشوف الذي سيقع في دائره التشخيص هذه الايام بنكشف لنا بالله يجوز من احتمال الرئيس ورد بشير؟ لا ما في الجمهورية رئيس عادي الثاني علي مهدي رئيس الممثلين؟ لا عملته لا ما شفته ما شفته والله انا ما بكون عارف الشخصية الجاية شنو بقعد مع المعدين بقعد نتفاكر المعدين يعني ده بعد الإعلانات؟ بعد الإعلانات لأنه واضح الأول ده ما كان فيه ما كان فيه ما فيه إعلان بنقعد نتشاور. انا ممكن اشكرهم بس كده الناس اللي بيشتغلوا معي لانه هم بيحضرونا. انا بشكر محمد عليش ومودي ده بتاع المونتاج محمد عليش ده المخرج وبشكر وليد احمد المبارك ده الادمين بتاع الصفحه وبشكر مرفت الزين اللي ماسك العلاقات العامه والقروش وكده بس ان شاء الله القروش ماشيه كويسه. والله ماشيه كويسه عندنا قروش كثيره هذه فرصه ذاته عشان نعمل لك اعلان من هنا يعني والله جدا يا مولاي بس ما تنسانا. لا انا ما بنسى كل طيب تجربتك التلفزيونيه خلينا نمرق من التشخيص او التقليد يعني زي ما قلنا لوتر حساس والتجربه دي بالذات وجدت كثير من الكلام يعني حتى انت اظنك زعلت مره قلت انا ما كتبت ايات شيطانيه يعني اكاديمي ورينا ايوه
والله مسلسل وتر حساس ده انتجته شركه خزف، ومثل فيه طه سليمان فنان مغني، واخرجه بكر الشيخ، ومعه مجموعه من الممثلين كبار. انا كنت محظوظ في انه انا كتبت المسلسل. الدافع الدافع، انا عندي تجربه شخصيه مع مرضى السرطان بتاع الاطفال، فلقيت انه انا ساهم كيف في صناعه مستشفى او في بناء مستشفى. تجربه شخصيه معليش يعني اقترب اكثر. اوكي، انا عندي ولدي علي مصاب بنوع من انواع السرطانات في الدم اسمها اللوكيميا، فعشت مرحله صعبه يعني رحله طويله جدا مع علاج الحمد لله، واسي شو فيها الحمد لله الحمد لله. فقلت يعني ما نجي نعمل حاجه نوري الناس انه ما في مستشفى سرطان اطفال في السودان، ده ما عندنا مستشفى متخصص لسرطان الاطفال، ما نعمل شنو؟ نحن فنانين، انا فنان، طه فنان، ابو الشيخ فنان، جمال عبد الرحمن فنان، ناس نعمل فن نقول انه ما في مستشفى. فده كان الدافع الاساسي لكتابه المسلسل. فكتبت المسلسل هو من 30 حلقه بس في رمضان الفات، وانا بالنسبه لي كان مسلسل ناجح ككاتب يعني، ويعني عرف الناس بي انه انا كاتب، واول مسلسل انا كتبته مجموعه من الافلام في حكايات سودانيه، وكتبته مجموعه من المسرحيات، لكن اول مره كتبت مسلسل 30 حلقه، فكانت تجربه بالنسبه لي لطيفه واستمتعت بها والناس شافوه يعني مسلسل. بتفتكر اكثر نقد قدم له وانت قبلته؟ والله الناس كانوا بينتقدوا في طه مثلا، يعني الناس يعني الناس كلهم بيقول لك يا اخو طه ده لكن ما ممثل مثلا، وهو اثبت انه ممثل بشكل ممتاز جدا في المسلسل من وجهه نظري انا، يعني مثل بشكل ممتاز وكان ممثل كويس جدا. لكن اغلب الناس المسلسل كان عاجبهم يعني تفتكر انه الفكره كلها المحوريه كلها حول طه يعني. اي يعني انه انتم في النهايه طه داري يقدم نفسه كممثل وانتم صنعتوا الحكايه دي كلها. اصلا في درامات كثير زي دي يعني، في مسلسلات كثير بتتعمل عشان النجم اصلا معروف. في القريب اخوتنا مصر دي بيجيبوا ممثل فنان مغني بيعملوا له فيلم يكون هو البطل، ماله ما حيكعب يعني. لا بس يعني من باب الاقرار يعني انه الفكره المركزيه هو ابراز، ولانه طه برضه دخل في العمليه الانتاجيه طبعا كما عرفت انه طبعا طبعا مول المسلسل. نعم. التجربه كيف تفتكر من ناحيه انتاجيه؟ من ناحيه انتاجيه كانت ممتاز جدا. شركه خزف وشركه طه سليمان هم مولوا المسلسل، ومسلسل ما لقى رعايات، لكن هم اصروا انه يعرض المسلسل. يعني نقدر نقول انه ما جاب حقه يعني ما جاء جهه. نحن عندنا مشكله بتاعت راس مال زي ما قبل تكلمنا، راس مال يعني ناس الشركات بيقوا ما بيرعوا تجار اخوان يعني ما بيرعوا. عمل بالجهد البذل فيه، رغم انه انا زي عرفت انه انت في الاخير كده كنت في حاجات كثيره مواقف كثيره بقيتوا تتمتموا فتمتم كده يعني مشاهد الصورات اظنهم بعد ما بدا المسلسل يعرض ولا حاجه زي دي يعني. ابدا، المسلسل تصور في السودان، تصور في فرنسا، تصور في اديس ابابا، تصور في الامارات، يعني مسلسل كبير. الصدمه بكون في لحق يعني. انا قد اكون كنت معطلهم انا، لانه انا اللي بكتب، فانا كنت فتره طويله ما اعطلهم يعني، هم يعني اللي يشيلوا الحلقات كامله حتى يبدوا يصوروها. لكن مرات المخرج مثلا بيكون حاسس انه يا عوض يا اخي لو كتبت لنا مشهد هنا لحاجه كده، بيقوم بتكتب مشهد ثاني عشان يربط حاجه مع حاجه يعني. هل يا ربي ممكن نشوف نموذج؟ طيب نشاهد نموذج. لو قدر لك ان تعيد كتابه النص مره اخرى وتعيد يعني النظر للعمل كله من ناحيه نقديه، ما الذي ستبقيه وما الذي ستحذفه؟ لو قدر لي اكتب ثاني يعني اعيد كتابه وتر حساس، والله صدق ما بضيف فيه حاجه، يتكتب بالمزاج ده. ستحذف فيه؟ ممكن احذف او اقترح على المخرج انه في مشاهد كانت تتصور بشكل الطف من كده. كثيره بعضها ممكن تسميه؟ والله في مشاهد لو كان الاخراج يتحرفن فيها كان بتطلع الطف. طيب العبره اللي طلعت بها من التجربه دي وبتهديها لكل الذين يفكرون في تجربه مماثله؟ تجربه تاليف
التلفزيون تأليف. والله دار أقول لهم يا أخي التأليف ده حاجة لطيفة وحاجة جميلة، اللي هو صناعة الشخوص دي وكتابة قصة دي حاجة لطيفة جدا وممتعة، فيها متعة شخصية، لكن ما تعملوا كده ما لم تضمنوا إنه مسلسلتك ده هيدفع له قروش عشان يدعمل ولا لا، لأنه مجهود خرافي حيضيع. ما حتفكروا تعملوا حاجة تانية جديدة في رمضان على ضوء هذه التجربة؟ صدمتكم يعني؟ والله نحن صدمتنا الجهات المفترض ترى علينا شغل، يعني المسلسل خسر ماليا، يعني أنا يعني جمال وطه خسروا ماليا، فضلت صدمة حقيقية يعني. لكن احنا في الدراما ده اصلا مصدومين، يعني ما جديدة علينا القصة. بس ما التجربة الجديدة دي شوية فيها اعلانات كويسة يا كويسة دي، ما قلت فيها قروش كثيرة جديدة يعني، شغال فيها عبر الفيسبوك دي يعني. يا خير لنا في الفيسبوك ده، وسهلة كده، ما دايرة تعقيدات كثير، ما فيها سفر وما كده، ايوه شخصية كده وتقعد وتعمل الحكاية دي سريع وتنزل، يعني ما معقدة يعني. ما فيها تعقيد، ما فيها كده. واضح انك انك حتتجه للاتجاه ده اكثر من اي اتجاه. والله للاسف انا حاعمل كده، مع انه انا القنوات دي انا مواطن سوداني من حق اسهر فيها ومن حق الناس يشوفوني وكده، لكن القنوات الدخول لها صعب. هي القنوات ولا طبيعه لا الغنوات، طبيعه الاختصاص، القنوات الفضائيه دي الجديده من ضمنها برضو تلفزيون السودان، تلفزيون الرسمي الحكومي. نحن بنشتري الزمن، نحن عشان نقدم مسلسل او نقدم اي دراما اول حاجه تدفع قروش للغنه دي عشان تبث لك الزمن نص ساعه ده بقروش كثيره جدا. تفتكر مشكله في القنوات يعني؟ المشكله في القنوات بس ما بتخش معانا هي ذاتك كشريك كمساعد، هي عباره عن نوافذ احنا ناجرها عشان نطل منها. اذا اعيدت صياغه هذه الوضعيه ممكن الدين تنجح يعني العمل الدرامي ممكن ينجح. طبعا وللاشكال هو ذاته يخشوا معانا هم ذاته شركاء. القنوات دي ما عندها امكانيات، عندها الكاميرات وعندها المونتاج وعندها الفنيين وعندها البس، يخشوا مع الفنانين. التجربه بتاعت ناس جمال في الشروق ما بتفتكر انها كانت مختلفه مثلا؟ طبعا بس باعتبار انه جمال مغامر. هناك نجحت اكثر ولا هناك كان في تمويل اكثر يعني؟ ليه غفلت التجربه دي؟ لانه جمال اشتغل عليها، جمال ده تخصصه في الانتاج، الانتاج الدرامي. جمال باع بيته عشان ينتج حكايات سودانيه، جمال باع عربيته عشان ينتج حكايات سودانيه، وبخش على المغامره. انا وجمال عبد الرحمن اسمي مشينا البرازيل برضه مغامره، يعني تمشي تعمل شغل بقروش كثيره وتجي عشان تسك الشركات بتاع الزيت وبتاع الصابون وبتاع التلفونات وكذا، تقول له يا عليك الله عمل لنا رعايه وكذا وادفع قروش وعشان يبسوا لنا. علاقتك بالسياسه شنو؟ والله في السياسه وتونس مع اولاد الحله كده، يعني نطلع كده اننا من اولادي صحباني ناس المثلث اولاد حلتنا يعني ناس بزومبا وكذا والشباب ده، نتكلم في السياسه عادي، نقول يا اخي بالله عليك يعني بتاع البصل زاد كيف يعني كده، هسه الشوارع دي لو صلوها ناس الحكومه ما كان بكون زر كده زي السودان يعني. ما فكرت في اي مراحل من مراحلك دي التعليميه ولا عملك انك تنتمي سياسيا؟ انا بس في حاجه ما قلتها لك قبل في السي في بتاعي، انا ما قريت جامعه. يعني الانتماء السياسي بيصير للشاب السوداني لما نصل الجامعه، فانا ما قريت جامعه صدق. ليه؟ والله ظروفنا بس الاسريه كده ما قريت جامعه. لكن ما اظنها مربوطه بالجامعه يعني. يعني ما انت سالتني قلت لي يعني ليه ما بدايه في الدراسه يعني ليه ما ظهر لك بوادر سياسيه وانت بس؟ لا ما ضروري بس الدراسه، انا عموما الانتماء ده ما عندي يعني. ما عندك؟ لكن في السياسه زي ما عجبك زول في السياسه او ما عجبك رايه؟ ما عجبني شنو؟ رايه والله ما انا قلت لك بتونس مع اولاد الحله في السياسه بس نتكلم بصل زاد بنقول بصل زاد. طيب الوسط الفني علاقتك فيه كيف؟ ما فيه، انا مع الوسط الفني. حساسيات الداخل هذا الوسط كيف قاعد تدعي له؟ خاصه من انت زعلت وقلت انا ما كتبت ايات شيطانيه يعني. في ضيق كثير والله. وسطنا الفني زيه زي اي وسط يعني، بتلقى الشلليات الناس البراو ما شنو، ده عنده راي في ده، ده عنده راي في ده، زي وسط الدكاتره، زي وسط الصيادله، زي وسط الكذا، زي وسط الصحفيين، زي وسط الكذا. فلكن انا لي فتره لانه ابتعدت ذات من ام درمان يعني، بقيت براي شغال براي كده. دي حاله عزله ولا هنا؟ لا ما عزله، دي طريقه وتكنيك جديد يعني، انه انت ممكن تشتغل براك. لكن انا هسي بعمل في مسرحيه مع
كبيرة وحتسهر في قاع صداقة والجمهور موعود بها. مسرحية جميلة جدا بإخراج محمد نعيم سعد. كلمنا عنها. مسرحية رياض طاهر اسمها ملف سري. ملف سري ده مسرحية بتتكلم عن أربع عجائز في دار عجزة وأصيبوا بزهايمر. هم جمال عبد الرحمن والطيف شعراوي وسامية بنت العرب وأمير عبد الله، ومعهم دكتور ومعهم ممرض اللي هو محمد عبد الله، والدكتور عامله أنا. في صحفية بتجي تشوف أحوالهم يعني. فالمسرحية بنتكلم فيها عن دور العجزة المهملة دي، وهل السودانيين علاقته شنو بدور العجزة، وقاعد نودي هنا ولا هنا بيمشوا براهم وكذا. والمسرحية كوميدية مخرج محمد نعيم سعد وتاليف أنا. هيشنو لك المسرح حظوظه أفضل بكثير من الدراما التلفزيونية. السوداني يحبوا المسرح جدا في التكلفة الإنتاجية وقدرتها على الصمود. والله برضو تكلفته المسرح تكلفته ذاته عالية. يعني احنا عملنا النظام يريد كان أعلى تكلفة لمسرحية سودانية يعني، عشان كده اشتغلت فترة طويلة ونجحت يعني. فدي برضو حيتم على نفس الصرف يعني، حنمشي برضو نشحت تعني الصابون تعني الزيت تعني كده. عشان إذا واحد من الناس اللي كتبوا لي قال لي يا أخي قول لي شكسبير يا أخي بتتكلف كثير، تقول لي شنو بتكلف في الأداء؟ في الأداء كده ما أعرف، لكن ما في ناس قالوا لي كده. أنا ممثل كويس والله يا طاهر، ممثل شاطر كمان. تنتقي يعني مثل الانتقادات دي بتتقبلها كيف؟ تعال معها كيف؟ والله حساس من النقد انت شكسبير؟ ما بريده. ما بتريده؟ ما بريده. تسحب منه؟ لكن ما بوريزه كده. يعني بقول له أهلا جدا اللي بتكلف ده، بقول له لا يا اخي ان شاء الله انا هحاول اصلح التكليف وكذا ما اتكلف، بعد ما مش ما بشتغل به. وبالتالي حتتعامل كيف مع وصول زول بيطور اعماله بسماع النقد؟ بس لانه بحس انه تعتبر انه هدام ولا شنو؟ لا ولا محبط؟ بحس انه كلامه ما صحيح يعني. في حاجات في حد يعني مثلا ما في نقد ثابت كده عندنا، قال لنا للممثلين يقول لك انتوا دار تحاكم المصريين مثلا، المصريين مثلا احسن منكم يعني، بكون عندنا رد جاهز له يعني. فدي حاجات ما علمي يعني، يعني نقد ما علمي، ده كلام سايي، ده زول بيتكلم سايي يعني. كل زول قال لك القليل بتكلف ده، اقوم اقول له التكليف شنو؟ والتواضع والبراحة شنو؟ وكذا بيكون ما عارف، بس والله قطة ذاته صحيح. بنعرف في الكوميديا لكن ما بنعرف يعني المواقف الجادة اللي بتتطلب منه أداء. ما زي ما نكون في الكوميديا بنكون أفضل، أحيانا بنخلط بين الكوميديا معلش يعني مش كلمة اللي بيقولوها يعني بتكون فيها شوية عباطة كده يقول لك. والله لا لا تكون بس انت بتحضر ناس لا لا ده الكلام مدين. الكلام اللي بيقولوا ده انك ترد عليه يعني. اي ما انا قاعد يعني مرات في ناس ممكن ما يعجبوا محمد المهدي مثلا. مش محمد المهدي ممثل جميل ولطيف ومضحك وكوميديان، في ناس ما بيعجبوا، في ناس بيعجبوا استاذ غرني. استاذ غرني ممثل شر والكذا والكذا، وده ممثلين المفضل يعني في العالم واستاذي يعني. فالمزاجات تحت السودانيين دي صعب السيطرة عليها وصعب قياسها وصعب إرضاءها، عرفت كيف؟ فأنت قد تشوف إنه هنا إذا فيه هبالة كده، في حتى يقولك لا يا أخي ده زول تمام جدا ما فيه هبالة ولا كده. كيف تقدر نصل لمعايير يعني من القصة؟ المعايير نصل لمعيار واحد إنه يقولك والله يا كلهم كويسين. كيف؟ بإنه نحن ذاتنا نطور روحنا، نحن كفنانين كمؤديين ومشخصاتية نطور روحنا، نجتهد نشتغل على روحنا أكثر، نخش معامل بتاع تطوير قدرات، نشوف حاجات جديدة، نشارك في ورش، نتدرب يعني. نحن مرات عندنا شوية كسل. طيب أنت شغال على روحك ختاما يعني، أنت شغال على روحك؟ أنا شغال على روحي. بتعمل في شنو يعني شغال؟ قاعد أمثل كله خميس، كل يوم خميس أنا عندي فيديو قاعد ينزل بيحضروا 75,000 نفر. ده الف صفحاتي ده. ايوه ده شغلك على روحك؟ ده شغل على روحي انا، معناه شغال يعني. كل خميس انا بعمل في شخصيه مختلفه، قاعد اشوف افلام كثير، بشوف سينما شديد. الليله الخميس منه والله بكون نزل فيديو. الليله عندنا شخصيه جديده، زول جبنا زول يقدم بدلي اسمه عم خير السيد. عم خير السيد ده عالم لكن خلاه، وزول بيتكلم في السلوك العام بتاع الناس، بقول كده ما ظريف وكده ظريف وكده يعني. غير شكسبير؟
ما أنا ذاتي عامله. يلا طيب بس نحن لو ما شافوا هناك يشوفوا هنا في طريقة. لا لا ما بتنبه يشيلوا في 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 الصفحة. يا أخي دينا حاجة. فعم خير السيد ده الليلة متكلم عن القيادة عندنا مشكلة في القيادة. السواقة دي فيها سلوب ما ظريف. تبرك أنتك في الليكزول. تمشي بالمحل الناس ماشيين سريع تمشي بالراحة جري وراك ناس. ناس بيحجروا بالبنات اللي بيسوقوا يعني بتاع الحربات الكبيرة قلبت كده كده بيجي يعني ما بيرضوا إنه البيت تفوتوا. التفحيط بتاع الأولاد صغار في شارع النيل ده خطر جدا. فهو بيتكلم عن الموضوع ده وهو شكله مضحك كده شوية. عم خير السيد يعني أنا أتمنى الناس يشوفوه في الصفحة وبيتبسطوا منه يعني. شكرا لك عليك الله. شكرا لك. اتبسطت؟ خالص تمام. أنا أشكرك شديد جدا وأشكر مشاهدينك وأشكر الناس اللي قاعد يشوفوا فيديوهاتي وأنا سعيد جدا باللقاء هذا. وأنا كذلك وحتما إن شاء الله يكون السادة المشاهدين سعيدين. شكرا لكم. إلى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.